بك المظلوم في الدنيا سيلتقي في الآخرة وعند الله تجتمع الخصوم. نمت قرير العين فإن عين المظلوم لم تنم. كثير من الناس يقول خالد الجهني أظنه لما قال لابنه, كانوا ملوك, لما قال لابنه يا أبتي في الصباح ملوك وفي الليل مساجين, قال يا بني دعوة مظلوم سرت في الليل نمنا عنها والله ليس عنها بنائم, نمنا عنها والله ليس عنها بنائم. والمظلوم يدعو طول الليل حسبي الله ونعم الوكيل. أحال الملف الدنيوي إلى ملف فوق إلى السماء. في الحديث الصحيح اللي يرويه الإمام أحمد في المسند, دعوة المظلوم مستجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية عند أحمد, ولو كان كافر عليك كافر مظلوم استجيبت دعوته, كيف بمسلم؟